ومعايير تقسيم المناطق، بما في ذلك أنماط البناء الجديدة كمدرسة شيكاغو للهندسة المعمارية، وتطوير حركة المدينة الجميلة وناطحات السحاب ذات الإطار الفولاذي. تعد شيكاغو مركزاً دولياً للتمويل والثقافة والتجارة والصناعة والتعليم والتكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل. إنها موقع إنشاء أول عقود آجلة موحدة. تمتلك المنطقة أيضاً أكبر عدد من الطرقات السريعة الفيدرالية، وهي مركز السكك الحديدية في البلاد. كما تتمتع منطقة شيكاغو كواحدة من أعلى المدن في الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث حققت 689 مليار دولار عام 2018. ويتسم اقتصاد شيكاغو بالتنوع، ولا توجد صناعة واحدة، وتوظف أكثر من 14% من القوى العاملة. موقع المدينة المواجه للبحيرات والنوادي الليلية جعلت من شيكاغو تستقطب العديد من السواح، حيث تحتوي المدينة على العديد من المطاعم الفخمة ومدارس الطهي التي تتنوع بتنوع الأحياء المختلفة في المدينة، كالأحياء الصينية، البورتريكية، الفيتنامية، الإيطالية واليونانية. ووسط المدينة يقع مركز شيكاغو الاقتصادي والثقافي والتجاري والحكومي، ويحتوي على متنزه شيكاغو الكبير والعديد من ناطحات السحاب والعديد من أبنية المؤسسات التجارية الكبيرة على صعيد شيكاغو والولايات المتحدة الأمريكية.